إخوتي الأعزاء، معكم دكتور يوسف مشهراوي من جامعة تل أبيب. بصفتي رئيس اللجنة التوجيهية لدمج العرب في الجامعة، بدي ألجأ لكم وأطلب منكم مدوا أيديكم المتبرعة وتساعدوا طلاب جامعة تل أبيب العرب وتتبرعوا لصندوق سوا اللي مرافق له الرابط. هذه المساعدة راح تنقذ كتير طلاب بالفترة الصعبة اللي احنا موجودين فيها. رجاء اضغطوا على الرابط وادعموا قدر الامكان من 180 شيكل والى 1,000,000 شيكل طبعا، وراح نكون كتير ممنونين باسم كل الطلاب والطالبات العرب اللي بيستصعبوا نازلين كتير بحسب الوضع الاقتصادي بسبب الكورونا طبعا، ومش قادرين لا يشتغلوا ولا يدفعوا المصاريف ولا يتعلموا براس هادي زنبولو. يا ريت تحنوا عليهم وتتبرعوا الآن عشان نقدر نعطيهم منح بقدر 3,000 شيكل كل من حالة كل طالب بأسرع ما يمكن. شكراً.